هذه هي اللحظات التي تم فيها القبض على الرياضيين وهم يغشون بدم بارد. قد تبدو هذه وكأنها قطعة قمامة غير مؤذية تم رميها في الملعب، ولكن بالنسبة لهذا اللاعب إنها فرصة للحصول على خطأ. بعد أن ارتكب خطأ على مهاجم، قرر حارس المرمى هذا أن أفضل طريقة لتجنب البطاقة الحمراء هي التظاهر بأنه فاقد للوعي. عندما لا تسير الأمور كما تريد، يجب أن تستعمل يدك، وحقيقة أن الحكم لم يلاحظها أمر لا يصدق. ما هي أفضل طريقة لتجنب الحصول على بطاقة حمراء؟ إنها سرقة البطاقة الحمراء. قام ميسي بلكم الكرة بوضوح بدلا من توجيهها برأسه. فقد العداء توازنه وتأكد من أن خصمه سقط معه. في حركة سلسة للغاية قام لاعب كرة السلة هذا بفتح خيوط حذاء خصمه. على خط النهاية تقريبا قام هذا المتسابق بدفع المتسابق الثاني في محاولة لإبطائه. في محطات شراب الماراثون رأى أحد العدائين فرصة لتخريب الأمر على العدائين الآخرين. في مسابقة التزحلق الاحترافية قامت متسابقة بدفع علامة المسار إلى منافستها. تخيل فقط أن تكون في مكان اللاعب الذي أخذ تلك الركلة. من الواضح أن حارس المرمى هذا كان مخدرا ذلك اليوم. محاولة كسر يد خصمك ليس أمرا جيدا أبدا. هذا اللاعب تعدى كل الخطوط الحمراء. سائق الدراجة النارية باللون الأزرق هو غشاش من الدرجة الأولى. هذا ليس نوع الرياضات التي تريد أن تلعبها إذا كنت ترغب في إنجاب أطفال يوما ما. هذه هي كرة القدم وإلا فلا. ما فعله هذا اللاعب لا يصدق. سباقات الدراجات شديدة الإرهاق، فلا عجب أن ذلك المتسابق قرر أن يركب مع سيارة الدعم لبضع ثوان. ماذا كان هذا اللاعب يحاول فعله بالضبط؟ إذا كانت الكرة متجهة إلى الخارج، فلماذا لا تقوم فقط بتحريك الخط بنفسك؟ إذا كنت تريد التمثيل فقط تأكد من أنك تقوم باللقطة المناسبة. هذا اللاعب أراد منع الكرة من الدخول بأي ثمن. لقد لعب هذا الحكم مع اللاعب، لكنه ندم على ذلك في الأخير. مرت هذه الركلة في الخلف دون أن يلاحظها أحد على الإطلاق، على الرغم من وجودها على مرأى من الكاميرات. عندما يحاول لاعب أخذ ركلة جزاء، هذه هي الطريقة الأكثر غرابة لتسجيل ركلة جزاء، حيث استخدم هذا اللاعب ذراع خصمه للكم نفسه. هناك أداء عال، ومن ثم هناك تناول المنشطات. عندما كان هذا المصارع يزيد عن الوزن المطلوب للمقابلة، قام بإنقاص وزنه بأعجوبة بعد دقائق فقط. هذا اللاعب لا يزال يترنح في الملعب إلى يومنا هذا. من الواضح أن هذا كان متعمدا من طرف اللاعب.
لقد أصرت هذه اللاعبة على أنها لم ترتكب أي خطأ، لكن الإعادة تقول عكس ذلك. إصابته اختفت بمجرد بدء الاحتفالات. لقد قام هذا اللاعب بما لم يتمكن أي لاعب من القيام به، حيث سرق القاعدة الأولى بعد عدم حصوله على ركلة جزاء. بدا هذا اللاعب وكأنه سقط ببساطة إلى أن تحققوا من الإعادة، فقد تعرض للتعثر من قبل مدرب الخصم والذي تم طرده لاحقا. ماذا كان يحاول هذا اللاعب القيام به بالضبط؟ إذا كنت تعتقد أن كرة قدم الرجال صعبة، فمن المحتمل أنك لم تشاهد دوري السيدات. سيفعل هذا اللاعب كل ما بوسعه لإنقاذ فريقه من الخسارة، حتى لو كان ذلك يعني صفع خصمه على وجهه. قلت ذلك مرة واحدة وسأقولها مرة أخرى، كرة القدم النسائية ليست مسحة. لم يكن هذا اللاعب يظن أنه صفع صديقه. لم يكن هناك شيء سيوقف أسهل هدف في العالم باستثناء هذا الرجل الذي قرر أنه بحاجة إلى مساعدة فريقه على الفوز. لا يسمح لك بتحدي الحارس عندما يكون في منطقته، لذلك كان يستحق تلك البطاقة الصفراء. هذا هو التمثيل الحقيقي. أظهرت الإعادة أن مدرب الخصم كان يقف في الملعب للتأثير على مسار اللاعب. بعد أن فقد هذا اللاعب حذاءه في منتصف المباراة بدلاً من وضعه مرة أخرى، أصبح جزءاً من استراتيجيته الدفاعية. يبدو أن زيدان قد فقد السيطرة على نفسه. يجب أن تكون هذه إما حركة ذكية أو حركة غبية بنهاية سعيدة. الكرة لم تضربه في وجهه. أحياناً تأتيك تسديدة قوية فلا تكون مقتنعاً تماماً بأنها لم تكن عن قصد. ما زلت غير متأكد مما إذا كان هذا اللاعب قد تعرض للتعثر أم صعق بالكهرباء. إذا انتهت مسيرته الكروية يمكنه التوجه للرقص. المهم أنه سجل الهدف. هذا اللاعب أخذ جزاءه فوراً. هذا اللاعب حساس للغاية. غالبا ما يضع اللاعبون الرونديون السحر بالقرب من المرمى وفقا لتقاليدهم الخرافية. هذا اللاعب فقد الذاكرة مباشرة بعدما ضربه منافسه. هذه طريقة جيدة لإبطاء سرعة خصمك. أنا لست خبيراً في المبارزة، لكنني متأكد تماماً من أن الضربات الرأسية تتعارض مع القواعد. بثلاثة مهاجمين وهدف مفتوح، ماذا يمكن أن يمنعهم من التسجيل؟